معنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل رئيس تحريري صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا نوري الملكي خرج منتقدا ما سماه التهميش والإقصاء في البحرين، وهو ذاته ونفسه دعا إلى إنهاء التظاهرات في العراق قبل 5 أعوام، كيف نفهم هذا التناقض؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. وحياك. لو كان لدى نوري المالكي أو أي من ساسة المنطقة الخضراء قليل من الحياء لامتنعوا عن إصدار مثل هذه التصريحات المعيبة التي لا يقبلها أي طفل عراقي فضلا عن العاقل الراشد. هؤلاء الذين المالكي الذي اقتحمت قواته ساحة الاعتصام في حلبجة في الحويجة عفوا وفي الرمادي وفي الفلوجة وفي غيرها من مدن العراق التي سارت على ظلمه وفساد حكومته لا يحق له أن يتحدث بمثل هذا الكلام. ألا يعد تهديده بموجة عنف جزءا من التحريض على العنف؟ بالتأكيد هؤلاء يمارسون عملية التحريض الإرهابي بشكل واضح سواء في العراق أو في أي من الأقطار العربية التي تشهد بعض المشاكل. سبق أن رأينا مثل هذا في البحرين وفي سوريا وفي اليمن، وطبعا في العراق جرائمهم وإرهابهم وتصريحاتهم الإجرامية التي تحث على الإرهاب وتحرض عليه معروفة وواضحة تماما. أيضا في هذا السياق أستاذ مصطفى، ميليشيا النجباء دعت قبل أيام الشباب كما قالت في البحرين إلى حمل السلاح. هذا التحريض العلني على الفوضى في أي سياق يمكن وضعه؟ في سياق مشروع الولي الفقيه الإرهابي العنصري الطائفي التوسعي الذي يستهدف الأمة كلها. هؤلاء ليسوا أكثر من بيادق يحركها سليماني يمنة ويسرى بما يخدم مصالحه ومصالح مشروعه أو مشروع الولي الفقيه والمشروع الفارسي العنصري الذي كما قلنا يستهدف كل الأمة. ومن المعيب جدا أننا اليوم قرأت أن ميليشيا النجباء أو زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي يلتقي المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة يلتقي برئيس حكومة المنطقة الخضراء عادل عبد المهدي المدعوم من قبل الولايات المتحدة ويعرض عليه المساهمة في بناء العراق وفي إعادة أعماره وفي تقديم الخدمات. هؤلاء إرهابيون لا يمكنهم إلا إثارة الفذة الطائفية وإثارة الإجرام والإرهاب في أي مكان يتواجدون فيه. هؤلاء لا يمكن أن يقدموا للعراق ولا لمحيط العراق أي من المسائل الإيجابية التي يمكن أن يقدمها حزب سياسي أو شخصية على الإطلاق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.